يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قصص الصادقين. حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله. كان وما كان. في أرض الحجاز كانت مدينة اسمها مكة، وكان من جملة العرب الذين يعيشون في مكة قبيلة قريش، وكانت القبيلة أكثر احتراماً بين القبائل، وكان رئيس هذه القبيلة رجلاً عظيماً محترماً يسمى عبد المطلب. وكان لعبد المطلب ابن جميل وشجاع اسمه عبد الله. وكان أفضل من سائر الأولاد، وكان الناس يحبونه كثيرا، كما كان عبد المطلب يحبه أكثر من باقي أبنائه. وحينما بلغ عبد الله سن الشباب، اختار له أبوه عبد المطلب أفضل بنات العرب، وكان اسمها آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب. فبدأ عبد الله وآمنة حياة طيبة ورائعة، حيث كان يحبان بعضهم. وذات يوم ودع عبد الله زوجته آمنة ليسافر إلى بلاد الشام من أجل التجارة والعمل. ومرت أيام وشهور حتى عادت قافلة التجارة من الشام إلى مكة. ولكن عبد الله لم يكن مع القافلة. بينما قال التجار الذين كانوا معه: إن عبد الله قد أصيب بالمرض وسط الطريق حتى توفي. فحزنت آمنة كثيرا من هذا الخبر، خصوصا وأنها كانت تحمل في بطنها جنينا، فبكت وبكت وتألمت، ولكنها كانت تهدأ قليلا حينما تفكر في جنينها الذي في بطنها، وكانت تعتبره ذكرى من زوجها عبد الله. لقد قلقت آمنة كثيرا أثناء الولادة، فكانت تقول في نفسها: كيف سألد هذا الجنين وأنا وحيدة؟ ولكنها رأت حينما ولدت جنينها أن الملائكة وضعوا ولدها الرائع الجمال في طشت مملوء بماء الورد وغسلوه، ثم لفوه في قماش نظيف وقدموه لأمه آمنة
لترضعه. فقبلته آمنة من وجنته، وتذكرت زوجها الحبيب عبد الله، ثم أخذت تنظر إلى وليدها بنظرات كلها الحنان والرحمة. ما أجمل هذا الطفل، وما أطيب رائحته. كانت آمنة تتحدث مع وليدها الذي أخرجها من وحدتها. حينما سمع عبد المطلب بخبر ولادة حفيده فرح كثيرا، وذهب إلى بيت ابنه عبد الله. وحينما دخل البيت تعجب من رائحة العطر التي ملأت المكان، فذهب إلى غرفة آمنة واحتضن حفيده وقبله وشمه. ثم أقام عبد المطلب احتفالا بهيجا بهذه المناسبة، وقدم الطعام للفقراء والجائعين لعدة أيام، وفتح باب بيته يستقبل الضيوف الذين جاءوا ليهنئوا ويباركوا. وفي اليوم السابع جاءوا بالوليد الجديد إلى محل الضيافة، فأراد عبد المطلب أن ينتخب له اسما، فالتفت كل الضيوف إلى عبد المطلب الذي قبل وجه حفيده ثم قال: أنا أسميه محمد. فقال أحد الأشخاص: هذا الاسم غير معروف بين العرب. فقال عبد المطلب: لأنه لا أحد مثل حفيدي يستحق هذا الاسم.